للوقوف أكثر على مصير المخفيين قسرا في العراق مع تزايد أعدادهم وعدم وجود إجراءات حقيقية من جانب الحكومة للكشف عن مصيرهم، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة، وكل عام وأنت بخير. أزمة المخفيين قسريا في العراق أزمة متفاقمة بلا حل، كيف وصلت الأوضاع في ملف المغيبين قسريا؟ وأنتم بألف خير. أولا لابد أن نتقدم بأحد التهاني لهيئة علماء المسلمين في ذكرى تأسيسها، إضافة إلى ذلك نبارك لهم جهودهم وثباتهم على الحق وتصديهم للاحتلالين الأمريكي والإيراني. أما بالنسبة لملف المغيبين قسريا، فحال هذا الملف كما هو حال كافة ملفات حقوق الإنسان في العراق في أسوأ أوضاعه، خاصة وأن لا يوجد لحد الآن أي تقدم يذكر في تحقيق يعني أي عدل بالنسبة لأهالي الضحايا، أي يعني تنفيذ لما تقدمت به لجنة الإخفاء القسري الدولية للحكومة العراقية من متطلبات يجب على الحكومة أن تقوم بها من أجل الوصول إلى حقيقة أوضاع المغيبين قسريين، أين هم، إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة، حماية ذوي المغيبين قسريين، حماية من يتقدمون بشهادات وبلاغات عن فقدان أبنائهم، تقديم تعويضات لهم، تعديل في القوانين بحيث يتم اعتبار هذه الجريمة ضمن القوانين العراقية، وأن تتخذ إجراءات رادعة بحق من ارتكبوا هذه الجرائم بدل أن يبقوا منفلتين من العقاب، وغيرها وغيرها من الأمور التي لم تفي بوعودها سواء هذه الحكومة أو الحكومات التي قبلها، بالرغم من أن العمليات العسكرية انتهت، ولكن لحد الآن لا زال هذا الملف يعاني من الإهمال، وحالات التغييب القسري استمرت حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية من خلال تغييب المتظاهرين الذين يناهضون العملية السياسية والحكومة. دكتورة فاطمة، يعني بحسب نواب سابقين، يعني قاعدة بيانات تحوي 12 ألف مغيب ما زال مصيرهم مجهولا. هذا العدد 12 ألف مغيب، هذا العدد هو يعني هذا المذكور المصرح به حكوميا، هل يطابق هذا العدد ما رصدتم ورصدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية؟ يعني بالحقيقة هذا الرقم يعني بعيد كل البعد عن واقع وحقيقة الأرقام التي رصدتها حتى المنظمات الدولية التي وصلت الأعداد بين ربع مليون إلى مليون مغيب قسري في العراق. ما يتحدث به بعض النواب عن هذا الرقم، وحتى مفوضيات حقوق الإنسان لم تصل إلى مثل هذا الرقم، وحتى أنها سجلت أرقام أقل، يعني جميعهم بعيدون، خاصة وأن ملف التغييب القسري والجهات التي قامت بتغييب العراقيين هي الجهات المتنفذة في الحكومة، من الأحزاب السياسية إلى الميليشيات إلى القوات الحكومية، وهؤلاء هم من يسيطرون على الدولة، وهناك الكثير من العوائل والأسر التي فقد أبنائها ولا تستطيع حتى التقدم ببلاغ خوفا من البطش. إضافة إلى ذلك أصلا الكثير من المغيبين الآن في مخيمات ذويهم في مخيمات النزوح، ويصمون بالعار ويصمون بالدواعش، والحكومة لا تريد أن تعترف أصلا بهم بأنهم مغيبين قسريا، وعلى العكس تقول أن كل الذين تم تغييبهم قسريا أو إخفاءهم قسريا هم من الذين ينتمون إلى المنظمات الإرهابية وغيرها. هناك تعتيم واضح على هذا الملف، والحكومة لا تريد أن يعني تنشئ أصلا قاعدة وطنية للبيانات من أجل أن يتم جمع المعلومات، باعتبار هؤلاء مهما كانوا هم أبناء الشعب العراقي ومسؤولة عنهم هذه الحكومة، ويجب أن تبحث عن مصيرهم وتريح عوائلهم بدل أن تعيش. يعني دكتورة فاطمة العاني، النواب يتحدثون عن قاعدة بيانات بهذا العدد الكبير
من المخفيين قسريا. البعض يتساءل يقول ما دور البرلمان في قضية المخفيين قسريا؟ وأجبت حضرتك بأن الحكومة لا تريد إنشاء أي قاعدة بيانات المخفيين قسريا. فاتن الحلفي عضوة مفوضية حقوق الإنسان تقول إن العراق ليس به مخفيين قسريا، ليس هناك مخفيين نهائيا، بل هناك يعني مغيبين أو مفقودين. ما الفرق بين المغيبين أو المفقودين؟ لماذا هذا التلاعب بالألفاظ؟ يعني في الحقيقة مع الأسف الشديد يعني يعني أن تصل المستوى في التعامل مع مثل هذه القضية المأساوية التي تمس حياة الكثير من العوائل في العراق بمثل هذا الاستخفاف واللجوء إلى التلاعب بالألفاظ بدل أن يتم تحقيق العدل لذوي الضحايا، بدل أن يتم البحث عن مصير هؤلاء الضحايا ويريحون عوائلهم. في الحقيقة يجب أن يرجعوا إلى أولا إلى تعريف الإخفاء القسري من الجهات الدولية التي أسست قواعد هذه الاتفاقية والتي وقع عليها العراق، والمذكور فيها هو الإخفاء القسري وليس حتى الاختطاف وليس حتى الاختفاء، هي في الحقيقة الإخفاء القسري، وهذا معناه واضح، لأنه يعني أن هناك جهات تسيطر على الدولة وجهات حكومية هي من تقوم بهذا العمل. أما التغييب فهم يريدون التمويه على هذا الموضوع ويريدون أن يوحوا أن الجهة التي قامت بعملية الإخفاء هي جهة غير معروفة، وهذه في الحقيقة هو تلاعب بالألفاظ أولا وأيضا التفاف على الحقائق في العراق. أيضا لا بد أن نذكر هنا أن حتى اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري قد رصدت هذه النقطة في القوانين العراقية وأكدت على الحكومة العراقية في سبيل تغيير بعض المصطلحات بما يتماشى مع روح ومعنى هذه الاتفاقية، خاصة وأن القوانين في العراق تعاني من ضعف شديد وتعاني من يعني عدم تطورها وعدم مماشاتها للكثير من الاتفاقيات الدولية، وبالعكس من ذلك فهي يعني تشكل عقبة في اتجاه تحقيق العدالة وتحقيق حقوق الإنسان ضمن المعايير الدولية. نعم نعم من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.